أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الدرس تقنيات سريعة لتحويل عدد من النظام الثنائي للنظام العشاري. نفس التقنية يمكن أن تستعملوها لتحويل عدد من النظام الثماني للعشاري وأيضا من النظام الست عشاري، أو من الثنائي للثماني ومن الثنائي للست عشاري. أذكر قبل البدء بهذه التقنية أن هذا الدرس جزء من دورة أساسيات البرمجة تحويل الأعداد. هنا أقدم تقنية ولا أقدم طريقة تحويل الأعداد من نظام إلى آخر. طريقة تحويل الأعداد من نظام إلى آخر تطرقت لها في الدروس السابقة، يجب أن تعودوا لها لمن لم يشاهدها لمعرفة كيفية تحويل الأعداد. هنا طريقة فقط للقيام بهذه العملية بسرعة. إذن هذه الطريقة وهذه التقنية تعتمد على معرفة أو حفظ قوى العدد 2 الذي هو أساس النظام الثنائي. في البدء يمكن أن لا تستطيع حفظ هذه القوى والقيام بالتقنية ذهنيا، لذلك يمكنك كتابة القوى والتعامل معها كما سأريك بعد قليل، لكن مع التمرين والوقت ستصبح هذه التقنية سهلة بالنسبة لك ويمكنك القيام بها ذهنيا فقط. إذن كما قلت سأكتب الآن قوى العدد 2 التي هي 1 4 8 16 2 32 64 128 256 512 512 256 524 2024. لكن إلى حد 1024 كافي لو قمت بحفظ هذه القوى على هذا الشكل. إذن هذه هي قوى العدد 2 من 1 إلى 1024، هي المهمة لمن يريد التعامل مع أنظمة العد. وعموما في الإعلاميات تجدون هذه الأرقام بكثرة في وحدات التخزين وأيضا في بعض المجالات الأخرى، لأن الإعلاميات تعتمد على النظام الثنائي. إذن لدي الآن قوى العدد 2 مكتوبة. سأأخذ مثال لعدد أريد أن أحوله من النظام الثنائي للنظام العشري. مثلا أخذ العدد 1 0 0 1 1 0 1 1 في النظام الثنائي، أريد أن أحوله للنظام العشري. التقنية تعتمد على أن أكتب هذا العدد تحت هذه الأرقام، حيث كل انطلاقا من اليمين، حيث كل واحدة مكتوبة تحت رقم 1. إذن سأكتب على هذا الشكل، لدي 1 1 0 1 1 0 0 1. بعد ذلك الأعداد التي تحتها 1 أقوم بجمعها، لدي 1 زائد 2 3 زائد 8 11 زائد 16 27 27 زائد 128 تساوي 155 إن كنت قد قمت بالعملية بنجاح. 155 فعلا. إذن أخذ العدد الثاني، الآن لن أكتبه، فقط سأقوم بالعملية ذهنيا، وهو ما ستصلون إليه بعد التمرين ومع مرور بعض الوقت. لكن عموما تكون الأرقام صغيرة. هنا سأخذ أيضا رقم صغير، مثلا العدد 1 1 0 1 0 في النظام الثنائي، ويمكن أن أحوله للنظام العشري ذهنيا دون الحاجة لكتابة الأعداد. لدي هنا 0 المركز الأول هو 1، لدي هنا 1 أي 2، هنا لدي 0 لا أقوم بحسابته هو مركز 4، لدي هنا 1 هو مركز 8، إذا لدي 2 زائد 8 10، وهنا لدي 16 فيها 1، إذا 10 زائد 16 26 فعلا. إذن هذه هي الطريقة، بعد التمرين والتجربة تصبح سهلة للجميع. قلت أنه أيضا يمكن استغلال هذه التقنية للتحويل من النظام الثنائي للثماني، وهي أسهل لأنك في النظام الثماني تتعامل مع 3 وحدات فقط، أي أنك ستتعامل مع هذه الأعداد فقط. لو أخذت مثال بسيط بسرعة، مثلا هذا العدد الأول 1 0 0 1 1 0 1 1 في النظام الثنائي، وأردت أن أحوله للنظام الثماني، فيمكنني القيام بذلك بسرعة، لأني سأقوم أولا بتقسيم العدد على هذا الشكل
عناصر من 3 أجزاء. هذه الأشياء كلها شرحتها في طريقة التحويل، لكن الآن بسرعة يمكن أن أعرف أن 011 011 هو 1 زائد 2 3، و 011 أيضا هو 3، وهنا يبقى لي 1 0 و1 زائد 2، أو 1 0 هو 2، فأحصل على هذا العدد في النظام الثماني بسرعة دون الحاجة للقيام بعمليات معقدة. إذن كانت هذه كما قلت تقنية فقط لتحويل عدد من النظام الثنائي الثماني أو 26. نفس الطريقة يمكن تبعها على نظام 26، ستحتاج هنا لمعرفة هذه الأجزاء أو تمثيل الأعداد من أو قوى العدد 2 من 1 حتى 8 فقط، في نظام الثماني من 1 حتى 4 فقط. طريقة سهلة يمكن القيام بها بسهولة لتحويل أي عدد من النظام الثنائي للعشري الثماني الثنائي للثماني والثنائي للست عشري. إن سنلتقي إن شاء الله في دروس قادمة، دائما مع دورة أساسيات البرمجة تحويل الأعداد لنكملها قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.